مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، مقتل 6 مدنيين في هجوم انتحاري بالقرب من فرع للاستخبارات الأفغانية في كابول، وتنظيم داعش يتبنى هذا الهجوم. الجيش الوطني اليمني يستعيد مركز مديرية نعمان أولى مديرية محافظة البيضاء بالتزامن مع انهيار ميليشيات الحوثي الانقلابية. الملك فيليب السادس ملك إسبانيا يدعو النواب الجدد في برلمان كاتالونيا وغالبيتهم من الانفصاليين إلى تفادي مواجهة جديدة بعد محاولة انفصال إقليم كاتالونيا عن البلاد. في أخبارنا المنوعة، الولايات المتحدة تشيد بخفض الميزانية الأساسية للأمم المتحدة باعتباره خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح. فيسبوك يطلق أداة جديدة لجمع التبرعات للأعمال الخيرية. فيلم الكوميديا الموسيقي الرومانسي Pitch Perfect 3 يحقق منذ الساعات الأولى من عرضه إيرادات تجاوزت مليوني دولار.